بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء طلاب الساعات المعتمدة حزب متوسطة، صباح مشرق غد أفضل إن شاء الله. نتناول في هذا الملف حالة تطبيقية على عملية التوحيد للمنشأة ذات الأقسام خلال التمرين رقم 2. التمرين الثاني يتناول منشأة محمد يحيى منشأة ذات أقسام، وقد طلب منك بصفتك محاسب المنشأة إعداد دورة مستعدة للمشتريات باتباع أسلوب توحيد دورة النظام المحاسبي للمشتريات الآجلة والنقدية معا. وفتاة المنشأة قامت بشراء بضائع آجلة من محلات الأمير قيمتها 16,000 جنيه، ومن محلات الحنان قيمتها 24,000 جنيه، كما قامت بشراء بضاعة قيمتها 60,000 جنيه نقدا من محلات الأمانة، علما بأن للمنشأة 4 أقسام هي سين صاد عين نون، وإن المشتريات الأجلى موزعة بين الأقسام بنسبة 1:2:3:4 للترتيب، والمشتريات النادية موزعة بنسبة 4:3:2:1 على الترتيب والمطلوب. إعداد دفتر يومية المشتريات الأجلى التحليلي، تسجيل والترحيل في الدفاتر التالية: دفتر يومية العامة، دفتر مساعدة الدائنين، دفتر الاستاذ العام. إضاء خطوات المطابقة المحاسبية، تصوير شكل إضاحي لدورة النظام المحاسبي في حال دمج المشتريات الأجلى والنادية معا وقد سبب توضيح هذا الشكل، وبالتالي فالمطلوب هو 1 و2 و3 فقط. أما الخطوة الرابعة فقد تم توضيحها في الملف السابق. بالنسبة لدفتر يومية المشتريات الأجلى، المطلوب هو تاريخ بيان إجمالي سين صاد عين غ. محلات الأمير 16,000 جنيه موزعة بنسبة 1:2:3:4، أي مجموع 10. ف16,000 على مجموع الأجزاء 10 اللي 4:3:2:1، نصيب الجزء 1600، وبالتالي سين 1600 لأنها جزء واحد، صاد 3200، 1600 في 2 3200، عين 1600 في 3 4800، غين 1600 في 4 6400. محلات الحنان 24,000 متقسمة 1:2:3:4، مجموع 10 أيضا، فال 24,000 على 10 في جزء 2400، سين لها جزء 2400، صاد جزئين 4800، عين 3 أجزاء 7200، غين 4 أجزاء 9600، مجموع 14,000. مشتريات النقدية من محلات الأماني 4:3:2:1، 10 أيضا، ف60,000 على 10 6,000، سين 4 24,000 4 أجزاء 6 4 24، صاد 18,000 6,000 في 3، عين 12,000 6,000 في 2، غين جزء 1 في 6,000، نجمع سين مشتريات الأجلة والنقدية 28، صاد 26، عين 24، غين 22، مجموع 100,000 اللي هو يوازي في الإجمالي 16 24 60، مجموع العمود الرأسي يساوي مجموع العمود الأفقي رأسي مع أفقي، المجموع سليم. التسجيل والترحيل في دفتر اليومية العامة بيفترض لجميع المشتريات تمت بالأهل، فمن المشتريات إلى إجمالي مراقبة التأمين. تسجيل مشتريات من واقع دفتر يومية المشتريات الأجلة التأمين باعتبار جميع مشتريات أجلة حتى ولو تم إطلاقها، كما سبق التوضيح في الملخص. الترحيل للأستاذ المساعد عندي 3 موردين: محلات الأمير والحنان والأماني. الأمير 16، الحنان 24، الأماني 60,000، كله في الدايم والشرح من حساب المشتريات. تمام. بالنسبة لدفتر الأستاذ العام، فتحنا حساب المشتريات وحساب مراقبة الدائنين.
حساب المشتريات في الجانب المدين 100,000 إلى مراقبة الدائنين، في حساب إجمالي مراقبة الدائنين في الجانب الدائن من حساب المشتريات كما سبق العرض. آخر مطلوب عملية المطالبة المطابقة، يتم مطابقة دفتر يومية المشتريات الأجلة التحليلي ومجموعه 100,000 وحساب المشتريات بدفتر الأستاذ العام ورصيده 100,000. نمرة 2، يتم المطابقة بين مجموع أرصدة دفتر أستاذ مساعد الدائنين وقيمتها 100,000 ورصيد حساب مراقبة الدائنين بالأستاذ العام وقيمته 100,000. شكرا عزيزي الطالب.